طيب السلام عليكم يا جماعه. الاول اعرف نفسي تاني برضو، انا عمرو عبد الوهاب، خريج الجامعه الالمانيه 2012، وكنت رئيس اتحاد طلبه في 2011 2012، وسبق ان انا تم فصلي كمان من الجامعه ورجعت بقرار المحكمه وبعد اضراب في 2012. اللي انا حابب اكد عليه قبل ما اتكلم، انا مش بتكلم بلسان المعتصمين في الجامعه الالمانيه، انا في الاخر طالب خريج، فانا متضامن معاهم بكل قلبي بكل ما املك، لكن انا ماليش الحق ان انا اتكلم على لسانهم، انا مجرد متضامن معاهم. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها عن قضيه الجامعه الالمانيه، عن قضيه يارا، عن القضيه اللي كان بيتكلم عنها كريم، احنا عندنا مشكله كبيره قوي يا جماعه، المشكله اكبر بكتير قوي من حجم الجامعه الالمانيه. المشكله اللي احنا بنعاني منها بقالنا يمكن 4 سنين وبنتكلم فيها كل يوم، الجامعات الخاصه مستمره في اضطهادها للطلبه، مستمره في قمعها للطلبه، الجامعات الخاصه بتعامل التعليم على انه سلعه، واحنا بقالنا 4 سنين بنتكلم في الموضوع دوت، كفايه معامله للتعليم على انه سلعه، الطالب ما هوش سلعه، التعليم ما هوش سلعه. بدأ الموضوع يمكن في 2011 بفصل طلبة من الجامعة الألمانية، وبعدين في 2012 فصل طلبة من الجامعة الألمانية، وما زال الموضوع مستمر. تمام؟ المشكلة كلها اللي بنعاني منها في كل الجامعات الخاصة، ولا متأكد ان زمايلي هيأكدوا على كلامي، هو تدخل اصحاب راس المال بشكل غير طبيعي في تحكم في الجامعات الخاصة. احنا بنعاني ان بأي نظام مبارك هم اللي بيحكموا الجامعات الخاصة، سواء في الجامعة الألمانية بالتحديد، لو هنتكلم على الجامعة الألمانية احنا بنتكلم في ان ابن عم حسني مبارك شخصيا واحد من اعضاء مجلس الأمة. تمام. و يعني مش عارف، احنا وصلنا لمرحله انا بقيت مستاء، انا جاي النهارده جوايا فعلا حاله استياء غير طبيعيه من اللي بيحصل في الجامعات الخاصه المصريه، وبقى لنا 4 سنين بنسال، وده السؤال اللي انا فعلا حابب ان انا اساله هنا، فين تدخل الدوله في الموضوع؟ انا ممكن احكي لحضراتكم تدخل الدوله في الموضوع ايه باللي بيحصل. اللي بيحصل ان انا توجهت للاعتصام الجامعه الالمانيه كمتضامن عادي جدا في اول ايام الاعتصام، وحصل ان في طالب اصيب، انا ممنوع من دخول الجامعه بالمناسبه، فانا كنت واقف امام باب الجامعه، ففي طالب اصيب جوه الاعتصام بجرح في رجله، جرح خفيف، وحاولت انقله مستشفى، واحنا في المستشفى بعد نص ساعه تقريبا من تلقي العلاج جت قوه من الداخليه المصريه وقبضت علينا، وبمنتهى الصراحه احنا تم يعني اهانتنا اهانه غير طبيعيه، ولو رحت حد حب يروح يسال في مستشفى القاهره الجديده احنا اتضربنا في وسط المستشفى، وكان الكلام اللي بيتقال من نوعيه ان الداخليه بلطجيه، مش انتوا بتقولوا علينا بلطجيه، طب الداخليه بلطجيه ولا عنده حاجه ممكن يتفضل يعملها. بعد كده تم تهديدنا في الاسم لما رحنا، وقالوا لنا ببساطه شديده جدا اللي فيكم عايز، قالوا لنا انتوا تخرجوا النهارده كده كده خلاص محدش هيعمل لكم حاجه، بس يا ريت تهدوا وتبطلوا تاخدوا الدنيا على صدركم وتتفضلوا. اخر حاجه، لان انا مش حابب اطول، يعني طبعا الموضوع اللي بيحصل في الجامعه الالمانيه دلوقتي ده انا هرمي بيه على موضوع اكبر كمان برضو تاني، هو موضوع النضال الطلابي بشكل عام. يعني انا من مكاني هنا انا حابب احيي كل طالب سواء في جامعه خاصه او في جامعه حكوميه، احنا عندنا جامعه الفيوم برضو دلوقتي فيها اضراب ضخم جدا، كل طالب في اللحظه اللي احنا فيها دي بيضرب عشان البلد دي. احنا الطلاب المصريين هم فعلا اثبتوا في ال4 سنين اللي فاتوا ان هم الشعله اللي مش هتنطفي ايا كان حاله الزخم الثوري في الشارع، ما زالت الطلبه هم اللي بيمثلوا الثوره. فانا هنهي كلامي بجمله، يمكن الجمله دي مشهوره قوي عن الشهيد كريم خزام، ده شهيد الجامعه الالمانيه في احداث بورسعيد. يعني الشهيد كريم خزام ليه تويته واحده بس في الاكونت بتاعه كانت بتقول المجد الاحرار الثابتين على الافكار. شكرا.